كتاب كتبه يهودي فرنسي من أصل مصري، لكن علاقته بس لم تكن مجرد علاقة عابرة متعلقة بمرحلة ماضية، كانت علاقة مستمرة داخل، كان مؤمن أن مصر لها وضع خاص بدون مبالغة نقدر نقول أنها كانت بالنسبة له وطن، بس وطن تاني. الكتاب ما هوش سيرة حياتي إطلاقا، هذا كتاب بكل معنى الكلمة له محورين أساسيين. هو بيتكلم على الشرق الأوسط، محور أساسي هو القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسلامي. أنا رأيي ده المحور الذي يدور حوله الكتاب بشكل أساسي. أهمية الكتاب يرى واحد زي الدكتور أسامة، هو خبير كبير في هذا الموضوع وفي العلاقات وفي التاريخ مع الصراع العربي الإسلامي، قد لا يجد فيه بديلا لا يعرفه، إنما في الوقت الذي كان إيريكو يكتب في جريدة لوموند كان بيقدم حقائق فوش جديدة على المتابع، لأن المتابع اللي بيقرأ كتاب المؤرخين الفلسطينيين كانوا بيشتغلوا بشكل رائع في فتح الأساطير الإسرائيلية قد لا يجد فيه جديد، ولكن أن يصدر عن إيريكو الفرنسي في جريدة من أكبر الجرائد الأوروبية كان شيء بالغ الأهمية. هذا 700,000 بعد 67 مقذرة احنا نعرف منهم دير ياسين اساسا الكبرى، انما كان في زيها 67 مقذرة. اليهود دخلوا بعض القرى ما فيهاش ولا شارع، قتلوا النساء والعواجيز والاطفال وطردوهم عشان يثيروا الفزع في القرى الاخرى اللي هرب، كان فيها رب قاعد يقولوا انه مهر احنا ما اكبرناهمش، فالعرب طلبوهم بالايه؟ انهم يتركوا اسرائيل ويذهبوا الى الاردن. تبين انه لا يمكن في الاذاعه المصريه او الاردنيه او السعوديه طوال هذه الفتره لاكثر من سنتين كلمه واحده تنادي، بالعكس كل النداءات بتقول لهم ابقوا في اماكنهم.